استاذ عمر، عمال انت تكتب في ملاحظاتك، سبتك للاخر. لا لا لا، بسمع سمعت طبعا مكالمه احمد مرتضى وهو بيتكلم، بس هي عنوانها موضوع الفلوس. اصل انت بتيجي تتكلم يعني انا محضر فيديو على فكره، واجتماع مجلس اداره مش هقول لكم عليه. عملناه من فتره طويله، تمام، والمستشار مرتضى توقع اللي احنا فيه، ومجلس الاداره توقع اللي احنا فيه، وهنجيبه ونعرضه. وقال فيه عنوانه الرئيسي كان، وانا قلته قبل كده مره واتنين، ان القادم اسوأ. دي حقيقه يا كابتن. انت يعني اهم حاجه دايما نجاح اي مجلس اداره، وانت حكي يعني عندك خبرات كثيره، سواء يعني في الزمالك او في اتحاد الكوره، نجاحك بيتقاس دايما ان انت تعرف تجيب موارد، لان قوتك في فلوس اللي عندك، تعرف تجيب لعيبه، تعرف تصرف، تعرف توفر امكانيات للعيبتك، تعرف توفر امكانيات ليها. يعني جت فترات كنا بنسافر مع الزمالك، يعني صدقني مره يعني احسن من المنتخب بمراحل في الامكانيات، طيارات خاصه وتاخد مطعم خاص، كل حاجه، وعشان كده كنت بحقق النتائج. لكن انت مشكله دلوقتي ان انت عندك المشكله، الازمه ماليه، وانت قدامك برضه للاسف، مش هقول بقى يعني المفروض نقول ان هو رموز النادي او ان ابناء النادي، يعني مشكلتك من جوه النادي. يعني مثلا استاذ ممدوح عباس يعتبر رئيس نادي السابق، المفروض لما يجي يفكر يدعم النادي، ممكن يختلف عن مستشار مؤتمر، وقلت الكلام ده قبل كده، مش دعوه بالكيان. انت لسه مخلص الدوري، اول ما تخلص رحت على الفلوس، عايز تحجز على الفلوس عشان تعطل الدنيا كلها. دي مشكله اللي انت وقفتك، ودي لو وقفت الدنيا عندك طبعا. انت دلوقتي ما عندك مشاكل زي ما قال كده احمد مرتضى، انت بتقعد الناس مش واخده بالها ان انت عندك النادي ده مش كوره بس، عندك سله وعندك طايره وارقام، لا وارقام كثيره، والناس مش واخده بالها ان انت سفريه واحده بس فريق الكوره ممكن تتجاوز توصل مليون جنيه مثلا، ودي رقم كتير جدا. ايوه، وانت بنفس الوقت عندك مرتبات، لا سفريه واحده للعبه من اللعبات اللي احنا بنتكلم فيها كده، دي مش اقل من مليون ونص. بقول لك 2 مليون المشاركه نفسها في البطولات بارقام وبالدولارات وبارقام كبيره جدا، ويوروهات غير كده. انت بتتكلم انت نادي، يعني حتى لو انت عندك فرع واحد بس ماشي، نادي كبير وعملت جوانب وعملت انشاءات، بس قاتلت ان انت بتجيب صفقات وماشي في السوق، في كده يعني بتجيب احسن لعيبه موجوده، بتحاول في الالعاب الثانيه لما تيجي تتكلم. يعني انت مثلا كره الطايره دي طول حياتي الواحد بيتابع، يعني من سنوات طويله جدا الاهلي مثلا يتفوق جدا على النادي الزمالك. دلوقتي انت في سنه واحده بس عملت فريق قدر يوصل لمباراه فاصله في الدوري، وقدر ياخد مباراه الكاس، ورايح بطوله يعني بطوله افريقيا زي ما انت بتقول كده في تونس، رايح فيها البطوله ان شاء الله. اعتقد الفريق ده السنه الجايه بعد كده ده خلاص هو هياخد كل البطولات، ما حدش هيوقفه. ده موضوع منتهي. انت بتبني فريق في سنه، ما برضه عشان تبني دي بارقام، مين الفلوس ده جايبها منين؟ وانت كسبان الدوري الموسم اللي فات في الطايره، ما بقول لك اهو. لا لا، انت في رجال بقى، انت واخد دوري وكاس طبعا، واخد حاجات كتير جدا جدا. لكن بقول لك انت يعني المشهد مش سيء قوي بالنسبه للالعاب اخرى، لانك انت يعني في مشكله في السله معروفه من السله اللي فاتت، وزي ما قال احمد كده ان انت موضوع المحترفين دي بارقام كبيره جدا جدا، ملايين، ودي صعبه جدا، ولا حاجه صعبه على كل الانديه في مصر يا شباب. وعلى فكره كمان مرتبطه بعدد الصفقات، يعني انا اتحاد السله اللي بيطلع الاول بيبقى ليه صفقه واحده في الموسم، اللي بيطلع الثاني ليه صفقتين، اللي بيطلع الثالث ليه ثلاث صفقات، يعني عدد اللعيبه اللي تقدر تدعم بيهم انت محدد. ومعطلك كمان ان هو بياخد ارقام، بياخد دولارات في مشاركه اللعيبه والحاجات دي، وانت اصلا من الاساس يعني الدوله كلها في مشكله في موضوع العمله الصعبه عموما يعني. لكن في كل الحالات انا بقول لك ان انت مشكله الفلوس دي مشكله كبيره جدا، وهي ودي اللي بتاخدك للحته الثانيه، اللي انت ليه الزمالك دايما في ازماتك يا فندم؟ ليه الزمالك دايما في ازماتك؟ الفرق بين الزمالك والمنافسين، اللي انت المنافسين ما عندكش معارضه بتطلع تتكلم، ما عندكش معارضه طول الوقت متربصه بيك، ما عندكش معارضه مجرد مثلا ما يحصل ازمه رئيس النادي، ازمه وقتيه، تلاقي الناس رايحه عايزه تخش النادي وفجاه كده كان مثلا في ازمه بتتوزع جوه، دي حاجه غريبه جدا ما تشوفهاش باي نادي موجود في مصر. مش كل شويه بتلاقي النادي الوحيد بتلاقي كل شويه تسريب العقود بشكل غير عادي. وانا بصراحه معلش انا ما بفهمش اتحاد الكوره، يعني ازاي تسريب عقود بيطلع وموجود على السوشيال ميديا بالشكل دوت، وما يطلعش بيان باتحاد الكوره يقول بره نفسه احنا مالناش دعوه، ولا مناطق ليها دعوه ولا اي حاجه. المفروض يقول كده على الاقل، لا بيبقى في حاله صمت مش فاهمها. الجزء الثاني المهم جدا، المعارضه بتقعد تتكلم، انت رئيس النادي بيطلع يكلمك وبيقول لك واحد واثنين وثلاثه واربعه بيقول اسمه، طب ما تطلع ترد عليه. بيجي يقول لك انت عندك مشيت بمشكله، انت مشطوب، او انت لما تطلع ترد، ما تطلعش ترد ليه؟ بتقعد تخلي حد تاني، بتأجر حد تاني يرد لك، ودي مشكله برضه. قولها كل دي اجواء مش اجواء تنفع في الرياضه اصلا، بخلاف اللي انت من الاساس بتواجه اجواء غير طبيعيه في التنافسيه في المسابقات، ودي اللي خدتك اللي انت انسحبت من بطوله السوبر، وده كان قرار سليم من وجهه نظري. لكن لما اجي اتكلم السيناريوهات اللي ماشيه في نادي الزمالك دي سيناريوهات بتاخدك لسكه
لازم الجماهير تبقى لها وقفه، لازم الاعضاء النادي يبقى لها وقفه. حاله الصمت جماهير نادي الزمالك اللي انا شايفها دي انا مش مقبوله بصراحه، مش مقبوله خالص. يعني انت فريق كوره عندك، انت بطل الدوري وكاس موسمين متتاليين، اقول لك عمدا يتم هدم فريق كوره، ومن داخل الجماهير اوقات بعض الجماهير الماجوره، مش هو الجماهير الاصليه اللي هي بتقعد تدمر اللعيبه ووصلتك لمرحله ان انت احسن مدافع عندك بيمشي، ولعيب تاني يوسف اوباما يمشي، وفي لعبه تانيه بتمشي، رغم ان انت الموسم اللي فات والاجواء الطبيعيه والجماهير الملتفه حوالين الفريق كنت باي 15 لعيب باي 12 لعيب بتكسب اي حد وبتكسب صح. بتكسب النتائج. دلوقتي انت جبت عندك في كل مركز لعيب واثنين وثلاثه، وتلاقي حاله مش طبيعيه، بتلاقي بعض اللعيبه كانت في ماتشات قبل كده قبل ما يجي سيريو اللي انت اللي مش عايز تلعب، لعيبه نفسيا تعبانه، دي كلها من ضغط مش تمتي جماهير، ما فيش اصلا ما فيش نادي، بتلاقي كل شويه جماهير بتقعد تخش رايحه مش رايحه مش رايحه تشجع فريقها، ده رايحه تهاجم بعض اللعيبه، ده مش مقبول. المفروض الجماهير كلها تلتف حوالين الفريق، تلتف حوالين الاداره، اعضاء النادي لازم واقفين في المشهد اللي احنا شايفينه لكل شويه، حبس رئيس النادي، عزل رئيس النادي، تيجي النهارده تصحى الصبح طول ما انت ماشي لك النادي النور اتطفى ورئيس النادي مش موجود، رئيس النادي مش عارف، حصل اشاعات متتاليه بتسوق موسم. يعني المشكله ان انت بيجي لك من الناس محسوبه على الزمالك، مش بيجي لك مش يعني مش المعارضه، مش الناس اللي هي قصدي منافسه ليك، انديه منافسه، لا ده من الناس اللي جوه، ودي مشكله كبيره جدا المفروض الناس تفوق فيها، اعضاء النادي جماهير نادي الزمالك لازم تفوق المشهد ده. السيناريو سيء ماشي حاليا الفتره دي، لكن بالتاكيد الامور هتبقى احسن الفتره الجايه. الفتره الجايه اعتقد ان الانتقالات كلها فتره قريبه، اعتقد في موارد ممكن تيجي نادي الزمالك الفتره الجايه، بس لازم يعني الدكتور اشرف صبحي لازم يكون له دور، معلش لازم يكون له دور ايجابي ويدعم نادي الزمالك، يحل المشاكل اللي هي ينفع تتحل بالفلوس في اتحادات او في هيئات رياضيه. لازم الوزاره تتدخل زي ما بتتدخل الانديه الصغيره، مش لازم نادي الزمالك، انت في انديه صغيره بقى عندك مشكله فيها، نادي اسوان اعتقد كان عنده مشكله في الاقامه، تدخلت الوزاره وحلت له مشكله الاقامه لو انت فاكر، كنت في مجلس الاداره وساعدت فيها في القصه دي. نادي الزمالك يستحق ان انت تخش عند اتحاد السله، عند اتحادات ثانيه تتدخل في الامور دي، وسيب الاداره النادي هي قادره تجيب موارد، وهتعمل كده لانها نجحت فيها قبل كده.